حقوقكم اليوم الخامس على التوالي المطالبة بحقوقكم بنعمل تضامننا الكامل معاكم في كل الوسائل وكل الطرق. أنا قبل ما أجي هنا أنا كنت عند القرار التعديل وقريت في الإنترنت أخبار قد تكون أي حركات تكون كاذبة إن الشركة أعلنت إنه آخر يوم آخر توقيت الساعة 12 وعلى جميع الاستراحة. صحيح يا في 89 الحديد والصلب تغيرت اوضاع عمال حلوان كلها مش بس اوضاع عمال الصلب. وفي كتاب شغال انا قريته وانا لسه طالب اسمه ملحمه عمال الصلب. كانوا عاملينه ست عمال من هنا عن ادراك 89 وبيحكي ازاي العمال سقطوا في هذا الادراك والاعتصام لحين تحقيق كامل مطالبهم. عمال الصلب اقوى في الصلب نفسه ومش هيتراجعوا الا لما مطالبهم تتنفذ ان شاء الله باذن الله. احنا معاكم ونوجه لكم التحيه. حركتكم النهارده عمال الصلب وكل عمالنا من اجل عداله اجتماعيه تغيير سياسات القديمه لازم يحصل. تغيير السياسات القديمه لازم يحصل والشركه دي الشركه المهمه دي الشركه العملاقه دي اللي بيتكلموا عنها في القرار وبيتكلموا عنها في كل مكان في وزاره الاستثمار كل الولايه الشرقيه استنت على اسباب عمال هنا وعمال صعيديه. فالمصلح ده استنى بعرق وعلى اسباب عمال الحديد والصلب. مش هروح عليهم انا رايح.
السلطة هي المسؤولة عن توفير الفلوس للحديد والصلب. السلطة اللي موجودة كلها مسؤولة عن توفير الفحم والأرباح والأجور